الدنيا بقى راقت والوريه مشينا اللي ياكلها قطر. الحمد لله انا وديت عند امها، ما الدنيا وسعت عليا اهو. ها هو هوا الدنيا. بجيب بقى ايه تلفزيون كده وابقى رايق، اجيب البيت 8 ساعات اجرى ما بتقولها طبطب ودلع. واجيب التليفون بقى بالمره. الواد صاحبي كان مديني رقم اسمها ايه، انا كنت مسجله بايه؟ سماح شقلباص. ايوه يا بنت يا سماح، انا معاك الحاج رمضان يا بنت. عامله ايه وحشتيني؟ لا كله تمام و100 فل و10. والوليه سوحتها عند ابوها وامها الله لوعاها تيجي، والعيال راحت الدرس 100 100. وقعد لك بالشورت بالهوت شورت صلاه النبي عليا. يابا يابا يابا. ايه يا ولد انت جاي لي سال قدر مستعجل ليه؟ مش تخبط قبل ما تخش. عايز ايه قول، عايز ايه؟ عايز فلوس الدرس يابا. درس ايه يا انت؟ مش لسه واخد الفلوس من امك يا اول امبارح يالا ولا من ساعه؟ ده كان فلوس درس الانجليزي العلوم يابا. امال ده درس ايه يا حبيبي؟ ده درس الانجليزي يابا. صلاه النبي عليك هتطلع دكتور بكام ده يا حبيبي؟ يابا ب 50 جنيه يابا. يا ده كان من شهرين لك ب 30 جنيه ولا ب 25 جنيه يا يالا. يابا ما هو غالي، انت عايز 100 لفت يابا. تعالى خد اقول. نعم يابا. لفت لفت ايه يا كلمه عدد في المدارس يا كلب؟ خلاص روح اجري المدرس يجري وقول له ابويا هيجي لك. ايوه يا سماح يا حبيبتي، الواد ده بشركال بكل يومين ثلاثة يقول لي عايز فلوس الدرس. اجيب له فلوس الدرس منين؟ انا عارف توش انا قاعد في البنك المركزي. والله ما انا عارف، فانا ما صدقت ان امي غلط في داهيه جاي لي الواد ده بشركال. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني والله. اي ميس يو. يابا يابا يابا. ايه يا ده عايز ايه يا لي؟ عايز انت تدخل على الزرع ومستعجل جدليه؟ انا مش تخبط قبل ما تيجي. حاضر يابا. قول عايز ايه؟ قبل ما اكون عايز ايه؟ وانت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم الحاج اسماعيل يا حماده. روح بس كده وكلمني يا حبيب. حاضر يابا. عايز اغير الاستاذ بتاع الدرس. وانت قد شفت وزير التربيه والتعليم اغيره لك؟ عايز اغيره كده وخلاص. ليه اغيره ليه يا حبيب؟ دماغه تخينه ما بيفهمش. طب وانا زي انت تيجي ما تفهمش حاجه يا حبيب. يا ابني انا عسل بفهم في ثانيه. طب انت يعني هتغيره ليه ازاي؟ ليه يعني بيعمل ايه؟ المشكله يابا ان الاوضه صغيره متر في متر وبيقعدنا فيها دنيا 170 واحد. متر في متر و170 واحد؟ اه. ليه يا عايزك ايه؟ والمشكله مش في كده. امال ايه تاني؟ المشكله يابا انه قعد اخوه على الباب. اخوه يعمل ايه على الباب؟ شك اخوه عواكلي ما قعدوا على الباب يلم فلوس ولا رايح ولا جاي ولا رايح ولا ده درجي يا. ايوه كده هو ده. هو ده المدرس اللي بيقول لك الفلوس مقدما؟ ايوه الدفع عند الرف. اه والجنيه غلب الكارنيه. ايوه يابا مش معايا الخطه. يا صلاة النبي عليك. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ده المدرس بتاع ال ايوه هو ال الواد اللي كان راكب عشان ايوه هو ده بيطلع لي دراع من كام يقول لي زكي حد رمضان. ايوه الواد اللي كان بيمشي ورا نادي السباحه وابوه يحط شبشب تحت بطنه. هو ده. هم يا ابني حسبي الله ونعم الوكيل في الاساس زي والمدرسين اللي بالاشكال دي بقى التجاره يا حماده يا ابني. بيني وبينك يا ابو عايز اقول لك حاجه كده بس. قول يا حبيبي قول. قول انا سامع لك اهو. سامعني يعني؟ اه تعالى قول. مشكله وانا قاعد في الدرس. اه بصيت ليه بتصيد اللي بيشاركوا بانجو دي ولا ايه؟ اوسخ من بانجو يا ابو. اقول لك اننا قاعدين في غرزه. غرزه؟ ما تروحش عنده تاني. تروح بتصيدهم من ايه يا حبيبي؟ العيال تفضل قاعده بوم بوم وانا مزيكة حصابات. اه فهمت انا يا حبيبي فهمت. ياخدني الزحمه والروائح الطيبه. روائح طيبه جدا. انت ليك حق يا حبيبي تخرج مسطول زي اللي شارب بانجو. مشكلة انه بيديني في المدرسة يابا، لو ما رحتش عنده هيسقطني. هو من النوع ده؟ ايوه. بقول لك لو ما جيتش معندي في الدرس هسقطك واعمال السنة والكلام الفاضي ده. عايز اغير الدرس ليه وقت وانا عندي مدرسه الاستاذ وحش؟ انا قلت لك مش بدل المدرسه قال جاي المدرسه الجديده يابا. بيني وبينك يابا ايه حلوه حلوه. انت طالع واد صلاه النبي عليك زي ابوك. ايه حلوه حلوه زي سماح شقلباص كده بس على محترم. سماح شقلباص؟ انت عرفت مين سماح شقلباص دي؟ بقى لي نص ساعه واقف بره يابا. انت سمعت المكالمه كلها؟ لا مش كلها يعني نصها. من اول يا حبيبتي. اه بقعد بقى امك ترى انت اللي بتصلي تعالى وتروح تودي الاخبار لامك. مش انا يابا. اه لا بس بس بقعد انا دلوقتي جيت اغير التليفون بدور على رقم مش لاقيه وكتبتني مش عارف ايه. يبقى انت اللي بتصلي امك طول طول النهار عايز اتطلع عايز اتطلع عايز اتطلع. يلا اجري امشي. وقعت قلبي بكمل بقى واروق نفسي. ايوه يا سماحه شقلباص الواد سمع كل حاجه. الواد اللي اسمه عماره دكتور العيادة. والله ما انا عارف الولاد زي ما كنت طلع عليها عفريت على قد ايه. كل شويه عايز اتطلع عايز اتطلع عايز مش عارف والله هنعمل ايه. هنحب بقول لك ايه، انا صدعت منك وقرفتك زفت وقولي بدايه بقى لزقت منك. ايه يابا 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 عايز ايه يا جريده؟ انت كمان يا جريده. يابا انا جاي اشرب معاك الشاي يابا. اه يا جريده تعالى يا جريده، انت الحته الجوانيه يا جريده تعالى اقعد جنبي يا حبيبي اهو. انت اللي متعصب ليه يابا؟ الواد ده مش اخوك والواد حماده اللي انا فضلت ادلع فيه السنين دي كلها وحماده دكتور العياد. الواد من ساعه وحياه ربنا من ساعه ما جيت عايز فلوس الدرس يابا.
التاني عايز فلوس مش عارف ايه يابا. انا حاسس يا واد يا جريده ان اخوك اللي في الحضانه اللي عمره يوم عارف الحضانه لسه مولود بقول ساعتين ولا يوم عارف لو يخرج من الحضانه زي اعطيت ليك فيقول انا عايز فلوس يابا. انا مش على قلبه يابا خلاص يا جريده. بعد ان شاء الله على قلبك يابا. هنعمل ايه بس يا جريده؟ استنى يابا قبل ما قلبك يابا. عايز ايه يا بصاره انت كمان؟ انا عايز 375 جنيه و25 قرش. 375 جنيه 25 قرش ليه يا بصاره؟ عايز من ملخصات ودروس وكتب خارجيه. اسمع يا جريد مفكرين ابوهم البنك المركزي يا جريده خربوا بيت. بقول لك ايه يا بصاره؟ ولا ملخصات ولا داخليه ولا خارجيه. انتوا خلاص يا حبيبي شعرتين لي في دماغي نحل وعوض عليا ربنا يا بصاره. يا قلبي خربت بيت. عارف يا دي يا بصاره؟ انا لو مت ولا جرالي حاجه يبقى انت سبب انت واخواتك. يا دي يا جريد. ايه يابا؟ انا حاسس ان قلبي خلاص هيقف يا دي. يا قلبي. يابا يابا يابا. بقول لك ايه يا جريد؟ ايه يابا؟ هات ورقه وقلم بسرعه اما اكتب الوصيه وسلم لي على سماح شقلباص قبل ما اموت يا خرابي. واحد اثنين ثلاثه اكشن. ابعت لك كابتن 20. يابا يابا يابا. قوم يا بتتكلم عذر امك عايزه بتقول لي طلاق كل يوم كده بس يا بس ليه انت بس انت بس يا حاج وجعت قلبي يلا نمشي كده يا ولد اه يا سيد ده برضه طول اكشن الله حرقت الاكشن وسنين السوق اهو زي ما انت شايف يا بصاره خلاص يا بصاره الشعرتين اللي فاضلين لي خلاص نحلة يا بصاره انت